حياتنا والأبطال، وأيضا عن الرياضات يمكن اللي البعض عارف عنها بعض التفاصيل لكن مش ملم بالتفاصيل الكاملة عنها، ومن ضمنها الهوكي على فكرة. الهوكي اللي هي يعني موضوع حلقتنا دلوقتي أو فقرتنا. البعض يمكن بيشوف بعض اللعيبة، بعض الأندية اللي ممكن البعض برضو ما عندوش العلم أو الخلفية الكاملة عن بعض الأندية اللي ممكن بتمارس اللعبة دي. بس الهوكي من الألعاب القوية جدا، من الألعاب الحمد لله كمان اللي احنا يعني مصنفين فيها أفريقيا بشكل قوي جدا، وعندنا كمان أبطال يعني بيشرفونا وبينورونا بشكل كبير. وهي على فكرة كمان يعني هي لعبة من قديم الأزل، يعني اللي هو إيه من زمان كده، اللي هي لعبة نقدر نقول عليها إن هي لعبة تاريخية الحمد لله. النهارده منورنا الكابتن أحمد عبد الحكيم، لاعب منتخب مصر وكمان لاعب نادي الشرقية للدخان، عشان بقى نتكلم النهارده عن مشواره وايضا عن الهوكي. ابو حميد اخبارك ايه؟ زي الفل الحمد لله. طمنا عليك. زي الفل والله. والله يعني مبسوط ان احنا بنتقابل تاني. اكيد طبعا. وكمان مبسوط جدا يعني بمشوارك وكمان بتاريخك المحترم. ربنا يخليك. مع انك برضه صغير مش كبير، بس يعني ما شاء الله عملت طفره كبيره جدا. ربنا يخليك. نبدا منين؟ يعني ناخد الموضوع معاك من البدايه، من الاول خالص، من نادي الزمالك ونكمل المشوار، ولا حابب نبدا من الاخر الاول اللي انت عايزه؟ رمضان كريم يعني. انا اقول بدايتي يعني. تمام. انا ابتديت من مدرسه الهوكي في نادي الزمالك. قعدت فتره مش قليله في نادي الزمالك، فتره جميله طبعا، بيتي يعتبر، وتعلمت الهوكي هناك. طلعت من نادي الزمالك في 2011، رحت لنادي الشرير الدخان. من 2011 بقى يعتبر لحد وقتنا الحالي انا في نادي الشرير الدخان. وعلى مدار الفترة دي كلها بقى كان في فترات المنتخب الشباب، المنتخب الأول يعني حضرت كل التجمعات الخاصة بالمنتخبات العمرية، ناشئين، شباب، أول. أنا ابتديت منتخب أول من 2004 ما شاء الله لحد دلوقتي بقى. طيب نعرف الناس أكتر عن لعبة الهوكي، وبرضو نعرف الناس إن إحنا عفوا الهوكي لعبة كبيرة ولعبة محترمة جدا ولعبة كمان تاريخية عندنا. طبعا. الهوكي اصلا من يعني حتى لو حضرتك بصيت على جدران المعابد في لعبة الهوكي زمان كانوا بيمارسوا. زمان ليها مسمى تاني اللي هي الحكشة. فالهوكي دي لعبة قديمة جدا. واحنا الحمد لله على مدار التاريخ افريقيا فريق نادي الشرقية عندنا في مصر. يعتبر بطل افريقيا عدد مرات كبير جدا. عندنا في نادي الشرقية. نادي الشرقية ونادي الشرقية. نادي الشرقية الدخان. تمام. بعد الشرقية في نادي الشرقية الدخان حصلنا على بطولة افريقيا كذا مرة، نادي اتحاد الشرطة خد بطولة افريقيا كذا مرة، نادي الزمالك خد تاني افريقيا من الموسم